غادي يمشيو مباشرة عند شيف فرح القرماعي من الرباط وغادي تعرفوا جميع على اقتراحات المميزة جدا اللي غتوجدنا اليوم. صباح الخير فرح. الو صباح الخير. لاباس عليك؟ لاباس عليك لاله سناء، كديري على خير؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك بالصحه والسلامه ليك والوليدات والاسره ديالك. بارك الله فيك لاله اختك لاله سناء. الله يبارك فيك، مرحبا بالمشاركه ديالك وشكرا لك بزاف. شكرا على الاقتراحات اللي غتوجدي للمستمعات اليوم. واخا لاله سناء صباح الخير طاقم الراديو والمستمع المستمعات الكرام. الله يبارك فيك. الى سمحتي لاله سناء واحد التحيه. اييه هي الاولى، مرحبا لاله اختك لاله سناء. عندي تحيه الأسرة ديالي صغيرة وميمة ديالي عبلة علوي، مدام الطاهري فوزية ونادية وفوزية الكرماعي سميرة وجميع الأصدقاء والأحباب وأعضاء مجموعة شهيوة فرح سكري إصالي. وعندي لكم إن شاء الله واحد السدية الاقتراحات، كينا المروزية، إيه عندنا الخبز بالدقيق الكامل الصلب، كاين لي كوك المأسلين بالمشمش والقرقع. وبالنسبه للاطفال مع دابا كيتزامن مع الدخول المدرسي، كنقترح ان شاء الله عندنا مادلين وسابلي ودي ميني ساندويتش. اييه نبداو على بركه الله ان شاء الله. نبداو على بركه الله باش نسجلوا معك هاد المقادير باش غنبداو. واخا لاله سناء ان شاء الله غنبداو بالمروزيه. بالنسبه للمروزيه عندنا 2 كيلو ديال اللحم غنمي يا اما من الملج او الانقرا اللي حسب الرغبه. بالنسبه للتوابل عندنا الملحه، سكنجبير، العطريه ديال المروزيه واحد معلقه كبيره، شويه ديال الزعفران شعره، معلقه ديال السمن، شويه ديال المسكه حره، القرفه عواد مع شويه ديال القرفه غبره، نص كاس ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال القشده الطريه خاصه بالطهي. وعندنا اللوز وشويه ديال العسل. نعاود المقادير. اييه لو سمحتي. عندنا الملحه، سكنجبير، العطريه المروزيه تكون معلقه كبيره عامره، شويه ديال الزعفران شعره، معلقه ديال السمن، شويه ديال الزعفران شعره قلتو سمحيلي، شويه المسكه حره، قرفه عواد مع شويه ديال القرفه غبره، نص كاس ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال القشده الطريه خاصه بالطهي، العسل وشويه ديال اللوز مقلي تقريبا واحد 150 غرام حتى 200. بالنسبه للطريقه كنرقدوا اللحم ديالنا في التوابل مع القشده الطريه وسمينه مع عدا الزيت، كنخليوه واحد 12 ساعه تقريبا مرقد في الثلاجه. في الغد كنديروا الزيت ديالنا زيت الزيتون والماء الكافي اللي كنطيبوا فيه، كنطيبوها على عافيه مهيله حتى ملي كتقرب الطيب كنزيدوا عليها واحد 150 غرام ديال الزبيب وأربعة المعالق ديال الحليب المحلى المركز وشويه ديال العسل وكنخليوها حتى كتعلق وتقريبا كتحمر كتولي محمره. وبالنسبه للتقديم راه كنقدموها باللوز اللي كنكونوا قلينا. يعني الاضافات اللي درتي في هذه المروزيه يعني باش تصبحات عصريه هو القشده الطريه اللي رقدتيها فيه المحلى المركز وأربعة المعالق كبار ديال الحليب المركز، يعني غير محلى العادي داك البيض البيض محلى العادي البيض هذيك في الحليب مركز محلى دوك ربعات المعلقات كنضيفوهم اللي كيطيب لنا اللحم اللي كنبغيو نرميو الزبيب. اييه مع العسل. اييه مع العسل. مع العسل الا كان عسل حر مزيان، ما كانش العسل العادي ماشي مشكل. اييه وهي تبارك الله في الصوره دي يعني كيف بعتي لي يعني كتبان معلكه وحتى اللون ديالها ذهبي بزاف يعني قويه. الله يعطيك الصحه. لا لا اختك، هي سيرتو ملي كيتحمر العظم صافي راها مزيانه. راها مزيانه. صافي كتكون هي هذيك.